أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من سلسلة شرح منهج الماس للصف الأول الإعدادي الفيرست تير. Today إن شاء الله we will learn a special kind of math called geometry. In geometry we are interested in studying lines والshapes والangles والdistances. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعضينا على فرع جديد من فروع الماثماتكس. الفرع ده احنا بنسميه الجيومتري. في الجيومتري كمقدمة كده لازم تعرفها، لازم تعرف الفرع ده هتدرس فيه ايه. في الجيومتري انت هتكون مهتم بدراسة اللاينز اللي هي الخطوط، والشيبز اللي هي الاشكال هتتعرف على الشيبز، والانجلز هتتعرف برضك على الانجلز وهتعرف انواعها ايه وازاي بتعمل لها ميجرنج، وفي الاخر بعد كده هنطبق الكلام ده كله عشان تجيب ديستانسز. عشان نبدا دراسه الجيومتري لازم في الاول تتعرف على اهم تو بيزكس للجيومتري اللي هما البوينتس واللاينز. يبقى الحاجتين المهمين اللي لازم نتعرف عليهم الاول اللي هما هيبقى البوينتس والايه واللاينز. طيب تعال نتكلم مع بعضينا كده عن اول حاجه عندي اللي هي البوينتس. طيب البوينتس دي في الجيومتري بتفيدني في ايه؟ بقدر استفيد منها في ايه؟ البوينتس لو انت شايف هتلاقي حاجه عامله كده، ممكن اعمل دي كده 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 كده، كل دي بنسميها احنا ايه؟ بنسميها بوينتس. طب بتفيدني في ايه؟ ايه اهميه البوينتس؟ البوينتس بتفيدني في ان انا بقدر اعمل بيها ديسكريبشن للوكيشن، يعني اقدر احدد بيها مكان في السبيس. خد بالك من كلمه سبيس دي عشان هتقابلك كتير. السبيس انت عندك في الجيومتري عندك السبيس يا اما 2 دايمنشنال يا اما 3 دايمنشنال، ودي هناخدها ان شاء الله قدام شويه. يعني انت هيكون عندك سبيس، يعني مثلا السكرين اللي انت بتتفرج على الفيديو عليها دلوقتي بتاعت الكمبيوتر دي بنسميها سبيس 2 دايمنشنال 2D، يعني ممكن اتحرك فيه رايت، ممكن اتحرك رايت وليفت، ممكن اتحرك اب اند داون، ده بنسميه 2 دايمنشنال سبيس. يبقى البوينتس بتفيدني في ايه؟ في ان انا بقدر اعمل ديسكريبشن للوكيشن في السبيس. يبقى فايده البوينتس يبقى وي كان ديسكرايب اللوكيشن ان سبيس باي البوينتس. طيب هل ينفع اقول لك بوينتس كده وخلاص؟ يعني البوينتس دي لما اجي انا اتكلم عنها مش لازم يكون ليها نيم؟ طيب البوينتس بتاعتي لما بنيجي احنا بنسميها عندنا في الجيومتري بنديها كابيتال لتر او سمول لتر. يعني لو انا عندي البوينت دي لو انا عايز اديها اسم ممكن اقول عليها انها بوينت ايه، بوينت ايه. طيب ودي ممكن اقول ان هي ايه، ان هي بي. طيب ودي سي، ودي عندي دي، ودي هنا بوينت اف. يبقى البوينتس لما باجي اتكلم عنها بديها لتر، اللتر ده بيدينوت ذيس ايه، ذيس بوينت. لو جيت لاحظت بقى هتلاحظ ان بتوين اني تو بوينتس، لو مثلا بوينت ايه وبوينت بي او بوينت ايه وبوينت سي، بتوين اني تو بوينتس يو كان فورم ا لاين. يبقى تاني حاجه عندنا اللي هي الايه، اللي هي في البيزكس اللي هي اللاينز. يبقى اللاينز عباره عن كونكشن بين اني تو بوينتس. يعني فور اكزامبل لو انا عندي هنا بوينت A وعندي هنا البوينت B ورحت انا كده موصل ايه ووصلت بينهم كده احنا عملنا لاين. طيب اللاين ده تلاحظ فيه ايه؟ تلاحظ ان انت عندك ستارتنج بوينت اسمها ايه، نقطه بدايه، وهتلاقي عندك اند بوينت اسمها بي. انت شايفه قدامك هو محدد بين A اند B. اللاين اللي تلاقيه محدد بستارتنج بوينت
وإندينج بوينت بنسميه على طول لاين سيجمنت. ده أول نوع عندي من أنواع اللاينز اللي عندي. طيب تاني نوع عندي من اللاينز، لو أنا عندي بتوين زيز بردك تو بوينتس الـ A and B وعملت كونكشن بينهم كده، لكن افرض ان اللاين ده لقيناه بي كيبس جوينج تو ذا رايت وبي كيبس جوينج فور ايفر اولسو تو ذا ليفت، يعني ماشي لحد اخر الرايت وبرضك وكيب جوينج يعني ما بيقفش، وبرضك في الليفت ماشي ما بيقفش. هتلاحظ ايه؟ ما ينفعش تقول لي في الحاله دي ان الاي دي الستارت بتاعته. مين قال لك ان هو ستارتس فروم هير؟ لا، هو ما حصلوش ستارتنج هنا، وبرضك ما بينتهيش، انت شايفه ماشي كده وماشي كده ملوش برضك ايه نهايه. الانواع ديت من اللاينز احنا بنسميها عندنا الستريت لاين. يبقى انا عندي اول لاين، اول نوع عندي من اللاينز اللي هو اللاين المحدد اللي بتلاقي ليه ديستانس، اللي بتلاقي ليه ستارتنج بوينت واندنج بوينت. طيب تاني نوع من اللاينز، ده لاينز ملوش ديستانس وملوش ستارتنج بوينت وملوش اندنج بوينت بس ليه اسم، احنا هنشوف اساميهم دلوقتي ازاي. طيب النوع الثالث عندي من اللاينز، لو جبت انا قلت لك ادي البوينت A وادي البوينت B وقلت البوينت A دي هي ستارت وجه هو عند البي راح ايه keeps going forever to the right، يعني هنا دي ثابته، يبقى دي طالما ثابته معاك وشايفها ثابته يبقى دي ستارتنج بوينت ومشي معايا كده لحد الانفينيتي. طيب ده بنسميه عندنا، ده ثالث نوع عندنا من انواع اللاينز وبنسميه ايه؟ الريش. يبقى الري بيبقى ليه ستارتنج بوينت وملوش اندنج ايه؟ اندنج بوينت. طيب هل انا لما اجي هندرس في الجيومتري عندي حاجه اقول لك لاين ستريت لاين لاين سيجمنت ستريت لاين ري، طيب فين الاسماء بتاعتي؟ عشان ادي اسماء لللاينز هستفيد من البوينتس اللي احنا خدناها من شويه، ودي بردك احد فوائد البوينتس ان انا بقدر ادي بيها اسماء لللاينز. طيب ايه الشورت هاند اوف رايتنج ان انا اقدر اكتب بيهم الثلاث حاجات دي؟ ايه الاختصارات الماثيماتيكال شورت كاتس للحاجات دي؟ اول حاجه عندي اللاين سيجمنت هتلاقي عليها تو بوينتس A and B، هستغل التو بوينتس دول ان انا ادي اسم لللاين، هقول والله ان هو A B. طيب وبرضك هنا الستريت لاين برضك كذلك، هنشوف احنا الديفرنس في ايه دلوقتي. طب والري برضك كذلك A A B. طب ايه اللي هيفرق عندي في الثلاثه؟ هيفرق عندي في الثلاثه العلامه الساين اللي انت هتحطها على التوب اوف ذيس تو ليترز. اللاين سيجمنت انت شايف ان هي هنا ستارت هنا اند، يبقى بنعمل كده محدده، يعني هنا ليها ستارتنج بوينت وليها اندنج بوينت. طيب الستريت لاين، الستريت لاين نفس اللاين ده بس بعمل دبل ارو، دبل ارو لاين، ارو فروم هير اند ارو فروم هير، ان هو بي كيب جوينج ان ذا دايركشن اوف بي، ده بيكيب جوينج في الدايركشن بتاع الاي. يبقى انت اول ما تشوف الساين دي تعرف على طول ان هو ستريت ايه ستريت لاين. طب وات اباوت الري؟ الري عندك هنا احنا شايفين ان هو بيكيب جوينج من ناحيه البي، يبقى على طول هيبقى هنا نفس العلامه بتاعت نفس الساين بتاعت اللاين سيجمنت بس وان ارو هيد في الدايركشن بتاع البي، يعني هو ماشي بيكيب جوينج في الدايركشن بتاع البي. دي كانت مقدمة سريعة كان لازم اقولها لك كده بسرعة قبل ما نخش نبتدي بقى نتكلم عنهم بالتفصيل. اول حاجة عندي اللي هي اللاين سيجمنت، تعال نشوف الديفينيشن بتاع اللاين سيجمنت. بيقول لي the line segment is a set of points consisting of two distinct points and all points between them when we join them by a ruler. يعني ادي اهي، ادي عندي A B. ال A B اللي انت شايفها دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن two points. ادي عندي point وادي another point. وعندي in between، عندي points كتيرة جدا جدا in between ال A وال A وال A وال B. لو جيت عملت بالرولر وعملت لهم connection
ووصلتهم كلهم مع بعض هيدوني اللاين سيجمنت ايه اي بي. لما اجي اكتبها في الجيومتري بكتبها ازاي؟ بكتبها بالشكل ده، بكتب اي بي وعليها الايه اللاين سيجمنت اللي فوق كده، او ممكن اكتب بي اي وعليها اللاين سيجمنت فوقيها كده، الاثنين زي بعض. طيب تعال نشوف البروبرتيز بتاعت اللاين سيجمنت. البروبرتيز دي لازم انت تكون عارفها كويس. اللاين سيجمنت هاز تو اند بوينتس واضحه A and B. A line segment has a length and this is the number which refers to the distance between its endpoints. يعني لو جيت قلت لك اللينث بتاع for example if we say that AB line segment equal 5 سنتيمتر، دي معناها ايه؟ دي معناها ان the distance between A and B is 5 سنتيمتر. طب لو جيت وقلت لك BA line segment بت equal 5 سنتيمتر، دي معناها ايه؟ معناها ان الديستانس بتوين بردك B and A is 5 سنتيمتر. لو كتبنا AB او كتبنا BA الاثنين are the same، مفيش فيهم مشكلة خالص. طيب تاني حاجة عندي في اللاينز الستريت لاين. تعال نشوف الديفينيشن بتاع الستريت لاين. يبقى the straight line is a line segment extended، خد بالك بالكلمه دي قوي، extended from both directions infinitely. يعني هو عندك عند البوينت A مش واقف مش ثابت، لا ده هو هنا ايه بيحصل له extension في الدايركشن ده. طب وعند البوينت B لا برضك مش واقف بيحصل له extension في الدايركشن ده. طيب لما باجي اكتب ال AB straight line بكتب AB وعليه دبل ارو لاين كده، او بكتبه BA وعليه دبل ارو لاين. طيب تعال نشوف البروبرتيز بتاعت الستريت لاين، وبرضك الحاجات دي تكون عارفها. الستريت لاين doesn't have a starting point and an end point. طب هتقول لي امال ال A وال B؟ ال A وال B دول just two points عليه علشان اقدر اديله اسم. يعني لو جيت هنا وخدت لك point for example point C، وجيت هنا قلت لك بوينت دي، هيبقى الستريت لاين ده انا ممكن اقول عليه اي سي ستريت لاين، وممكن اقول عليه بردك سي دي ستريت لاين، وممكن اقول عليه دي بي ستريت لاين، كلهم ار ذا سيم. يعني خد بالك الاي ديت مش ستارتنج بوينت، الاي دي جاست بوينت على الستريت لاين علشان اقدر اديله اسم بعد كده. طيب تاني بروبرتي عندي، الستريت لاين از اكستندد ويزاوت ليميت اون بوث سايدز ذن ات هاز نو لينس. يبقى الستريت لاين ما تقدرش تجيب له ايه؟ تجيب له لينس. تالت حاجه عندي الري. الديفينيشن بتاع الري، ذا ري از ا لاين سيجمنت extended، وبرضك خد بالك من كلمة extended، from only one of its terminals without limit. طيب تعال بص هنا، ادي عندي point A، البوينت A دي خد بالك هنا starting point. طيب وادي البوينت B، بس هنا هو بي keeps going forever من ناحية ال A من ناحية ال B. طيب لما باجي انا ادي له notation عندي بقول ان هو AB وبعمل عليه لاين سيجمنت وفي ارو كده. طيب يبقى ده بنسميه الاي بي راي. طيب لو انا عندي راي تاني بس بادئ من البي وماشي في الدايركشن بتاع الاي، يبقى ده هيبقى اسمه ايه؟ البي اي راي. طيب تعال نشوف البروبرتيز بتاعت الراي. اراي هاز ا ستارتنج بوينت اند ات هاز نو اند بوينت. طيب فين الستارتنج بوينت هنا؟ اللي هي البوينت عندي اللي هي ايه. طيب ايه البي دي؟ طب هو بيقول لك هاز نو اند بوينت. لما هو هاز نو اند بوينت امال ايه البي؟ خد بالك البي دي مش اند بوينت، البي دي دي بوينت موجوده عليه علشان اقدر اديله اسم، عشان اقدر اقول ان هو اسمه اي بي. يعني البي دي تاخد بالك مش اند بوينت، ولكن دي بوينت اكزيستس على الايه؟ على الريش. تاني بروبرتي، اري extends from one of its terminals without limit so it has no length. خد بالك هو has no length زي مين؟ زي الستريت ايه؟
زي الستريت لاين. طيب في ملحوظه هنا مهمه لازم تعرفها، ان لما الاي بي راي ده doesn't equal to البي اي راي. ليه؟ لان انا في الجيومتري انا باخد في اعتبارات الدايركشن. هي الاي بي عندي هنا الدايركشن بتاعها مختلف تماما عن الدايركشن من البي اي، من البي اي. رابع حاجه عندي البلين. تعال نشوف الديفينيشن بتاع البلين. The plane is a flat and unbounded surface and it's extended برضك extended without limit بس هنا بقى ايه in all directions. طيب خد بالك اللاينز اللي احنا خدناها اللي فاتت دي كلها كانت just one dimension. يعني ايه one dimension؟ يعني خد مثلا لو انا عندي straight line اهو AB، الاي بي ده اللاين ده انا بقدر اعمل ايه؟ بقدر اعمل موفمنت في الدايركشن ده، وبقدر اعمل موفمنت في الدايركشن ايه؟ في الدايركشن ده. يعني جاست عندي 1 دايمنشن، والدايمنشن ده بمشي عليه يا اما كده ويا اما كده. طب افرض ان انا عندي نقطه سي موجوده هنا كده، هل النقطه سي دي اقدر انا امر عليها؟ لا مش هقدر امر عليها. ليه مش هقدر امر عليها؟ لانها في دايمنشن تاني، لازم اجي هنا كده عند الحته دي واطلع اب. ولو عندي مثلا هنا بوينت ثانيه مثلا دي، لازم انزل داون. يبقى كل اللاينز اللي احنا خدناها قبل كده دي اسمها 1 دايمنشن، لكن البلين بقى فيه ايه؟ البلين 2 دايمنشنال. يعني اول حاجه مهمه تعرفها عن البلين ان هو 2 دايمنشنال. يعني لو عندي نقطه هنا كده اقدر اوصل لها، لو انا موجود على اللاين ده وعايز اوصل للبوينت دي اقدر اوصل لها. اوصل لها ليه؟ لان البلين 2 دايمنشنال، في كل البوينتس اللي موجوده قدامك ديت. خد بالك هو هنا في ايدجز كده، الايدجز دي مش معنى كده اللي هو ليميتد، لا هو مش ليميتد، ده هو عندك اكستندد في كل الفور سايدز دول. يعني مثلا اعتبر ان هو مثلا الشاشه بتتفرج عليها دلوقتي ممتده لفوق والاقصى الرايت والاقصى الايه؟ ليفت والاقصى الايه؟ لتحت. طيب بيقول لك هنا ايه؟ A plane is usually represented by a quadrilateral x and y. البلين دايما لما باجي اديله سبسكريبشن بديله اكس كبيره او واي ايه؟ واي كبيره. طيب تاني بروبرتي عندي بيقول لك ايه بقى؟ الستريت لاين از ا سبسيت اوف البلين. هناخد بالك احنا بدانا عندنا بالايه؟ بالبوينتس، وقلنا ان البوينتس عندي لو عندي بوينت اسمها ايه؟ البوينت دي احنا قلنا ان هي بيلونجز تو ايه؟ لاين سيجمنت. اللاين سيجمنت دي اسمها اي بي. طب خد بالك اللاين سيجمنت اي بي ايه الاكبر منها شويه؟ الاكبر منها شويه اللي هو الري. يبقى اللاين سيجمنت اي بي از ا سبسيت اوف الاي بي ري. طيب ممكن نقول بردك ان الاي بي لاين سيجمنت is a subset of الB array. خد بالك الـ AB array ده هتلاقي هي contains الـ AB line segment، و also الـ BA array هي contains الـ AB line segment. طيب الري ده subset من مين؟ الري subset من الـ AB straight line. طيب الـ straight line بقى بيبقى subset من ايه؟ الـ straight line بيبقى subset من البلين اللي هو عندي اكس. تعال بص الشكل ده كده، ده كده عندي ستريت لاين، يبقى سبست من البلين ايه؟ من البلين اكس. وده كده عندي ستريت لاين برضك، يبقى سبست من البلين اكس. طب افرض فيها واحد جوه كده وده ستريت لاين برضك، ده هتلاقيه سبست من البلين ايه؟ من البلين اكس. خامس حاجه عندي في البيزكس بتاعت الجيومتري اللي هي the angle. الديفينيشن بتاع الانجل، the angle is the union of two rays with the same starting point. طيب فين التو rays دول؟ ادي عندي ray اهو AC وعندي another ray AB. طيب with the same starting point، فين الستارتنج بوينت بتاعتي اللي هي عندي اللي هي ايه؟ البوينت A. And this point اللي هي البوينت A is called
the vertex of the angle. يبقى انت تبقى انت عارف ان البوينت اللي هيستارت منها التو رايز دي هنسميها ايه؟ الفيرتكس. And the two rays are called the two sides of the angle. التو رايز دول بنسميهم الايه؟ السايدز. يبقى انا عندي الانجل بتكونسيستس اوف تو سايدز اند ا فيرتكس. الحاجات دي بقى تبقى انت حافظها، الحاجات دي البيزكس اللي هتمشي معاك سنوات طويله، فلازم تكون حافظها كويس وفاهمها كويس. طيب الاي بي راي اند الاي سي راي ار تو رايز هافينج ذا سيم ستارتنج بوينت اي، زين الاي بي يونيون اي سي بيدينا الانجل سي اي بي. يبقى انا الانجل دي لما باجي اقدر لما بحب اديها اسم بقول عليها سي اي بي، او ممكن اقول عليها الانجل بي اي سي. لو قلت كده او قلت كده مش مشكله، مفيش مشاكل خالص، الاثنين ار ذا سيم. طيب ممكن اقول بردك الانجل دي اسميها بالفيرتكس، يعني ممكن اقول ان الانجل دي الانجل ايه على طول. يعني لو قلت كده انجل A ده برضك يبقى انا هفهم منها على طول ان هي BAC. في عندي سيمبل تاخد بالك منه اللي هو السيمبل ده، السيمبل ده ده بنسميه الانجل. يعني لما اقول كده كده دي اكني بقول الانجل A. طب لو قلت كده دي معناها الانجل BAC، تمام؟ يبقى الحته دي نلخصها سريعا، الانجل عندي عباره عن تو سايدز، التو سايدز دول عباره عن تو رايز، والرايز دول معمول لهم انترسكشن في بوينت، البوينت دي بيحصل لهم منها ستارتنج وبنسميها الفيرتكس ايه؟ الفيرتكس ايه. طيب نخش بقى كده على حته ثانيه مهمه، الميجرمنت اوف ذا انجل. طيب انا هنا لما اجي اعمل ميجرمنت للانجل، طب بعمل ميجرمنت لايه؟ يعني ايه الحاجه اللي بعمل لها ميجرنج؟ طيب انت عندك هنا تو رايز، بي اي راي والبي سي راي. طب هو بيقول لك ان هي كاتب لك 50 ديجري، يعني هو بيقول لك ان الميجرمنت بتاعت الانجل دي 50 ديجري. طب الديجري دي يقصد بيها ايه؟ طب انت خد بالك انت سمعت كلمه ديجري دي قبل كده في حاجه ثانيه. يعني لو جيت سالتك مثلا وقلت لك وات از ذا تمبريتشر اوف ذا هيومن بودي، ايه هي درجه حراره جسم الانسان؟ هتقول لي انت ايه 37 ديجري. يعني برضك كلمه ديجري موجوده هنا. طيب هل الديجري دي هي الديجري اللي احنا بنتكلم عليها دي كده دلوقتي؟ عشان تعرف الاجابه لازم تسال نفسك سؤال. ايه السؤال ده؟ السؤال ده اللي هو وات از ا ديجري، ايه هي الديجري اصلا؟ يبقى انا عندي هنا سؤال مهم لازم تعرفه، what is a degree. لما اجي اسالك واقول لك ايه هي الديجري هتقول لي ايه؟ الديجري لازم انت عارفها دي is a small amount of something. يعني الاجابه بتاعت السؤال ده a degree is a small amount of something. ال small amount دي بقى لو انا هقول مثلا temperature يبقى الديجري عبارة عن ايه؟ الديجري هتبقى عبارة عن small amount of heat، حرارة. طيب بالنسبة عندي هنا بقى الديجري بتاعتي هتبقى small amount of A of a rotation between ال BA وال BC، حصل rotation في الدايركشن ده. يعني لما اتحرك ال BA عمل movement وراح لل BC واتفتح كده عمل لي هنا arc، ده كده arc. الارك ده عبارة عن rotation، انا بقيس الروتيشن دي قد ايه. يبقى لما اقول لك 50 ديجري دي 50 small amounts of a rotation، دي تاخد بالك منها كويس. انا بقيس كلمة measurement of an angle، انا عايز احدد قد ايه degrees حصل فيها rotation between
التو ريز. تمام؟ عشان في طلبه كتير بتبقى انت تسمع كلمه ديجري ومش عارف هي ايه. دي عباره عن سمول اماونت اوف سمثينج، وحده قياس، يونت اوف ميجرمنت. طيب بيقول لي هنا ايه دلوقتي؟ A degree is divided into parts smaller than it. طيب افرض انا عندي في عندي 50 degree وعندي another angle الميجرمنت بتاعتها مثلا 51 degree. يعني عندي angle 50 degree وعندي angle 51، ال 51 دي هتلاقيها مثلا ايه؟ يا دوبك ماشيه جنب الري ده على طول. طيب هل ما اقدرش اقول ان انا عندي في انجل 50 ديجري اند هاف؟ يعني انا عايز اقسم بقى الديجري، هل في تقسيمه للديجري؟ اه في تقسيمه للديجري. التقسيمه بتاعتنا للديجري بنقول ايه؟ بنقول ان الديجري بتاعتي ممكن اقسم الديجري لحاجه اسمها المينتس، وممكن اقسم المينتس بردك لحاجه اسمها السكندز. هتيجي تقول لي الله طب احنا المينتس والسكندز ديت دول احنا خدناهم في التايم. ايوه بس هم بردك مش تايم. يعني المينتس دي عباره عن ايه؟ المينتس دي بردك سمول اماونت اوف سمثينج بس اقل من الديجري. يعني بردك دي وحدات او يونتس بقدر اعمل بيها ميجرمنت او بقدر اعمل بيها ديفايدنج ليونت اكبر منها. بس ايه العلامه المميزه بقى في المينتس والسكندز؟ ان هم في اي حته بعمل بيهم ميجرمنت بتلاقيهم عباره عن 60 يونتس. يعني ال1 ديجري لو انا عندي 1 ديجري اللي هي ان بتوين فور اكزامبل بتوين ال50 وال51، لو عايز اقسم الديجري دي بنقول ان الديجري دي اقدر اقسمها ل 60 مينتس. يعني جاست 1 ديجري هتيكوال معايا 60 مينتس. يعني في عندي هنا 60 بورشن بتوين ال 50 اند ال 51. طيب خد بالك بقى ال 60 بورشن دول ممكن البورشن الواحد يعني جاست 1 مينت البورشن الواحد ممكن اعمل له ديفيجن بردك ل 60 سكندز معايا. يعني انا عندي بتوين ال 50 وال 51 عندي 60 مينتس، وال 60 مينتس دول قسمتهم تاني كل واحده كل جاست كل 1 مينت قسمتها ل 60 ايه سكند. يعني عندي بتوين ال 50 ديجري اند ال 51 ديجري وي هاف 60 تايمز 60 يعني 3600 سكندز. يعني شفت قد ايه قدرت؟ يعني شوف جاست 1 ديجري ممكن اقسمها كل التقسيمات دي. طيب انا على الكالكوليتر لما اجي انا اشوف الديجري والمينتس والسكند هكتبهم ازاي؟ انت عندك هنا عندك هتلاقي بوتون على الكالكوليتر هتلاقيه عامل كده بالظبط، هتلاقيه عامل كده ديجري وعليه ايه 3 كوما كده. لو جيت انا عايز اقول مثلا عندي انجل، الانجل دي الميجرمنت بتاعها الميجرنج بتاعها عباره عن 20 ديجري و5 مينتس و 13 سكندز. خد بالك المينت دي العلامه بتاعتها دي الساين بتاعتها، والسكند دي ايه الساين بتاعتها. لما اجي اكتب الكلام ده على الكالكوليتر هكتبه ازاي؟ هتقول كده هتكتب ال 20 وبعد كده هتدوس على البوتون ده، وبعد ما تدوس على البوتون ده هتكتب 5، وبعد ال 5 هتدوس بردك على البوتون ده تاني، وبعد ال 5 هتقوم دايس على ال 13، وبعد ما تدوس على السيرتين تدوس على البوتون ده ايه ده تاني. لو دوست ايكوال هتلاقيه عمل لك كده بالظبط 20 وعمل لك ال5 وعمل لك عليها كوما كده، وعمل لك السيرتين وعمل لك عليها دبل ايه دبل كوما كده. طيب يبقى انت لما تيجي تبص على انجل الميجرمنت بتاعها 20 ديجري ديجريز اند 5 مينتس اند 13 سكند تفهم منها ايه؟ تفهم منها ان الانجل دي الميجر بتاعها هيبقى جريتر ذان 20 ديجري وليس ذان 21 ايه ديجري.
بعد ما شفنا الـ measuring of an angle هنيجي نشوف دلوقتي الطايبز بتاعت الانجل. The angles are classified according to their measures as follow. على حسب الميجورينج بتاع الانجل بعمل لها classification. طيب اول انجل عندي اللي هي الزيرو انجل. طيب الزيرو انجل انت خد بالك الانجلز كلها اللي هناخدها لازم تبقى انت عارف البروبريتيز بتاعتها كويس. الزيرو انجل ايه البروبريتي بتاعتها؟ الميجرز بتاعتها ايكوال زيرو واتس سايد ار كوينسيدنت. طيب فين التو سايدز عندي بتوع الزيرو انجل؟ خد بالك التو ريز عندي اي سي اند اي بي، يعني الفيرتكس عندي هنا از اي. طيب الري عندي اي بي اهو. طب الري اي سي ده كوينسيدنت عليه، يعني ما اتحركش خالص، ما طلعش، ما عملش اي روتيشن، ما فيش روتيشن خالص حصل. يبقى التو ريز على بعض، يبقى طالما على بعض ما حصلش اي روتيشن يبقى الميجرز بتاعها ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. طيب ممكن تقول لي الانجل دي اسمها ايه؟ الانجل دي هتقول لي ايه؟ لا انا عايزك نديها نيم بالثري ليترز دول. هيبقى اسمها، خد بالك الانجل دي هيبقى اسمها بي اي سي. ادي الري، يعني عندي اي بي ري، يبقى بي A C. ما تجيش تقول لي C B A، لا الفيرتكس عندك A او التو سايدز عندي مين؟ A B و A C. يبقى باخد نقطه من باخد بوينت على السايد وبروح للفيرتكس وبروح بعد كده للبوينت اللي على الايه اللي على السايد الثاني. السكند تايب اوف انجل بنسميه الاكيوت انجل. خد بالك الاكيوت انجل ادي الاي بي راي وادي الاي سي راي، حصل روتيشن، شفت اتحرك اهو خلاص، طلع معايا. طالما طلع معايا وحصل روتيشن يبقى اصبح ليها ميجرمنت جريتر ذان الزيرو. الاكيوت انجل البروبرتي بتاعتها الميجر بتاعتها سمور ذان زيرو اند ليس ذان 90 ديجري. الثيرد تايب اوف انجل از رايت انجل. الرايت انجل دي من الانجلز السهله جدا ودي الميجر بتاعها على طول بيبقى ايه؟ بيبقى 90. طيب دي اسمها ايه عندي؟ خد بالك دي اسمها سي اي بي، او ممكن اقول بي اي سي، الاثنين ار ذا سيم. الفورس تايب اوف انجل اللي هو الاوبتيوز انجل. الاوبتيوز انجل خاصه فين التو ريز بتوعي؟ ادي واي اكس ادي ذا راي وواي زد از انذر راي، حصل روتيشن بس الروتيشن هنا كبير قوي، كبير يعني مشي وعدى ال 90 ديجري وكسرها وعدى. يبقى هتلاقي البروبرتي عندي بتاعت الاوبتيوز انجل الميجر بتاعتها از مور ذان 90 اند ليس ذان 100 اند ايه اند 80. طيب اسمها ايه؟ اسمها اكس واي زد، وممكن نقول ايه؟ زد واي اكس. طيب نيجي للانجل اللي بعد كده. الفيفث تايب اوف انجل بنسميها الستريت انجل. طيب الستريت انجل بتلاقي ايه البروبرتي بتاعتها؟ ان اتس ميجر بت ايكوال 100 اند ايه اند 80 واتس سايد ار فورمينج وان ستريت لاين والتو سايدز بيعملوا ستريت لاين. الله، طب ما تيجي تقول لي طب احنا شفناها فوق دي، طب ما نطلع كده فوق ونبص، بص على زيرو انجل. هتقول لي الله ده الاثنين زي بعض. اه بس خد بالك بقى ان لو جيت انا قلت لك اسم دي ايه؟ هتقول لي دي اسمها اكس واي زد. هنا الفيرتكس عندي هنا ايه؟ الفيرتكس عندي هنا واي، لكن في الزيرو انجل كان الفيرتكس عندي عباره عن ايه؟ كان ايه، ما كانش واي. دي هنا اسمها بي اي سي، بتعمل راي الزيرو انجل تعمل لك جاست وان راي، لكن الستريت انجل بتعمل لك ستريت لاين. الري ده كده والري التاني عمل روتيشن لحد ما وصل للناحيه الايه؟ الناحيه الثانيه ومشي في الناحيه الثانيه، يبقى ده اكنه ستريت لاين، عشان كده سميناها الستريت انجل. دي الميجرنج بتاعها بيكوال 100 اند ايه اند 80. يبقى عندي تو انجلز سهلين، الستريت لاين الميجرنج بتاعها 100 اند 80 والرايت انجل الميجر بتاعها 90 ديجري. اخر نوع عندي اللي هو الريفلكس انجل.
الريفلكس انجل ادي عندي ام ال راي وادي الام ان راي. الام ان راي ده خد بالك كان بادئ زي اخوه كده زي الام ال، وحصل قاعد يعمل روتيشن عدى ال90 وعدى ال180 وكمل. يعني دي هتلاقيها جريتر ذان 180 وليس ذان 360. لازم تكون عارف الست انواع دول كويس وتعرف البروبرتيز ايه بتاعتهم. اهم اتنين فيهم تبقى انت عارفهم اللي هو الاكتيوز انجل والايه والاكيوت انجلز، عشان دول هيخشوا بعد كده معاك في التراينجل كتير. تعالوا ناخد اكزامبل كده سريع. اكزامبل 1 mention the type of each of the angles which their measures are as follow. ده تيست بسيط جدا ممكن نعمله بسرعه كده. طيب الفيرست عندي فيرست ميجر 32. طبعا احنا خدنا 32 اللي هي ايه؟ تمام الاكيوت انجل. طيب انت عندك تاني واحده 90 ديجري، هتبقى اني نوع من من الانجلز اللي هي الرايت انجل. تمام. طب 110 دي جريتر ذان ال90، والجريتر ذان ال90 والليس ذان ال180 دي اللي هي على طول ايه الاوبتيوز انجل. تمام. طيب هنا 180 هتبقى ايه؟ دي اللي هي الستريت انجل. مظبوط. طيب ال 250 هتبقى ايه؟ هتبقى معاك صح كده اللي هي الريفلكس انجل. طيب نيجي نشوف هنا، هنا 179 ومعاها خد بالك دي بقى عشان دي فيها تركه شويه 60 مينتس. طب انت عارف ان ال 60 مينتس دول عباره عن ايه؟ عباره بيكوالوا معايا 1 ديجري. طيب انت عندك 1 ديجري لما اعملها اديشن على 179 هيديك ايه؟ هيديك 180 ديجري. يبقى دي هتبقى ايه؟ يبقى دي واضح اللي هي الستريت انجل. طيب نيجي هنا 180 اند 1 اوفر 4 ديجري، يعني هو خلاص عدى، يعني هو ده اكزيدز ال 180 اكبر من الجريتر ذان ال 180، يبقى على طول هتبقى ايه؟ تمام هتبقى ريفلكس. طيب نيجي نشوف هنا ال 8 159.38 ديجري، حتى لو كانت 160 يبقى هي هتبقى ايه؟ هتبقى الاوبتيوز انجل، عشان بردك لس بكتير زي ال 180. طيب هنيجي نبص هنا ونشوف في عندي كده رول بسيطة جدا. لو انت عندك الانجل A B C دي عندك اوبتيوز انجل، الريفلكس بتاعها بنقول ان هو A B C بس من هنا، يعني ماشية كده الروتيشن في الناحية التانية. بنلاحظ ايه؟ بتلاحظ ان الانجل دي والانجل دي الاثنين الصميشن بتاعهم 360. يبقى انا لو عندي انجل اي بي سي يبقى لازم لو عملت لها اديشن على الريفلكس بتاعها يديني 360. تعال ناخد اكزامبل كده سريع على ديت. بيقول لي complete the following two tables. هنا الميجر بتاع الانجل اي بي سي 45، يبقى اتس طيب ايه؟ طبعا سهله تبقى اكيوت. طيب 180 تبقى ستريت. طيب 200 ريفلكس. 150 اوبتيوز. 90 ديجري اللي هتبقى رايت انجل. طيب هنا 94 اند 10 مينتس، خلاص انت هنا جريتر ذان ال 90. طب جريتر ذان ال 90، جريتر ذان ال 90 على طول تبقى اوبتيوز. طيب هنا بص بقى دي 89 ديجري اند 61 مينتس. خد بالك ال 61 مينتس دي عباره عن ايه؟ عباره عن 60 مينت بلس 1، وال 60 مينتس ديت عباره عن ديجري. يبقى انا هاخد الديجري دي احطها هنا، يبقى اكنها بالظبط 90 ديجري اند 1 مينت. يبقى انا جريتر ذان ال 90 ولا مش جريتر؟ لا انا جريتر ذان ال 90 ديجري، تبقى برضك تبقى ايه؟ تبقى اوبتيوز انجل. طيب نيجي نشوف هنا بيقول لي الميجرنج بتاع الانجل اي بي سي ايكوال 135،
يبقى الريفلكس بتاعها بيكوال كام؟ احنا خدنا من فوق من شويه ان الانجل بلس الريفلكس بتاعها بيديك 360 ديجري. يبقى انا لو عايز اجيب الريفلكس انجل اي بي سي هقول ايه؟ يبقى الريفلكس على طول هتيكوال معايا هنا 360 ماينس 135. هتعملها على الكالكوليتور هيطلع معاك 225. بدينا 225. طب نيجي هنا 58 الريفلكس بتاعها هيكوال ايه؟ هيكوال معايا 360 ماينس ال 58 اللي هو هيطلع معايا على الكالكوليتور 302. يبقى دينا 302 ديجري. طيب هنا ال 80 عشان اجيب الريفلكس بتاعها هقول 360 ماينس ال 80 ديجري اللي هو هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا على الكالكوليتور 280. يبقى دي هنا 280 ديجري. طب ال 100 الريفلكس بتاعها كام؟ دي سهله هتبقى 260 ديجري. طب ال 110 الريفلكس هيبقى 250 ديجري. طب وات اباوت 52 ديجري اند هاف؟ هيبقى الريفلكس بتاعها 360 ماينس 52 اند هاف اللي هو هيكوال معايا 307 اند هاف. يبقى هنا 307 اند هاف ديجري. طيب نيجي نشوف دي 89 ديجري اند 60 مينتس. اتفقنا ان ال 60 مينتس دول يعني 1 ديجري، يعني دي اكنها بالظبط 90 ديجري. يبقى الريفلكس بتاع ال 90 ديجري عباره عن ايه؟ عباره عن 360 ماينس ال 90 ديجري اللي هو هيطلع معايا 270. يبقى دي عندي هنا 270 ديجري. تعالوا نشوف سم ريليشنز بتوين ذا انجلز، بعض العلاقات ما بين الانجلز وبعضها. اول حاجه عندي الادجيسنت انجلز. امتى اقول على تو انجلز ان هم ادجيسنت؟ طيب تو انجلز ار سيد تو بي ادجيسنت if they have a common vertex. هقول على التو انجلز يعني عندي الانجل ABD ABD والانجل DBC DBC. التو انجلز دول ادي واحده اهي وادي الثانيه اهي، هقول عليهم adjacent. ليه؟ اولا ليهم common vertex، we have هنا common vertex. طيب and a common side، فين الكومن سايد؟ اللي هو BD. And the other two sides، مين ال other two sides اللي هو ال BA وال BC are on opposite sides of this common side. هما الاثنين في اتجاه مختلف عن ال A، عن الكومن بتاعي BA BD. لو لقيت ال conditions دي في two angles على طول بنقول عليهم ان هما ايه؟ adjacent ايه؟ angles. طب تعال نشوف هنا عندي A B C دي انجل والانجل الثانية A B D. طيب يا ترى هل دول adjacent؟ خد بالك هم ليهم نفس الايه؟ نفس الفيرتكس اللي هي B، يبقى كده تحقق كونديشن. وهل هم الاثنين ليهم common side؟ اه ليهم common side اللي هو ايه؟ اللي هو B A. اه بس خد بالك بقى ان ال other two sides الاثنين مش في opposite direction من الايه؟ من ال B A. الاثنين هنا في نفس الدايركشن. يعني لو كان البي سي ده موجود تحت كنت اقول لك الاثنين دول ايه؟ ادجيسنت انجل. يبقى الاثنين دول خد بالك التو ذيس تو انجلز ار نوت ادجيسنت. طيب تعال نشوف هنا الانجل عندك اي بي سي وسي دي اي. طب انت اول ما عينك تيجي عليها على طول واضح ان هم مش ادجيسنت. ليه؟ طبعا عشان ما لهمش الكومن ايه؟ كومن فيرتكس. دي ليها فيرتكس بي ودي لها فيرتكس ايه دي، يبقى على طول مش ادجيسنت. الريليشن اللي بعد كده الكومبلمنتري انجلز. امتى اقول على تو انجلز ان هما كومبلمنتري؟ طبعا دي سهله جدا. لو لقيت ان الصم بتاع الميجرز بتاعهم بيكوال 90 يبقى على طول بقول ان هما ايه؟ ان هما كومبلمنتري. يبقى عندي تو انجلز هتعملهم اديشن على بعض يطلعوا لك 90. طب يا ترى ممكن يكونوا ايه؟ ممكن يكون فيهم واحده اوبتيوز؟ مستحيل.
طب ممكن يكونوا الاثنين اكيوت؟ اه ممكن. ممكن تبقى واحده زيرو انجل وواحده اكيوت؟ لا ما ينفعش، لان لو زيرو انجل واكيوت هيديك الاكيوت. طيب ممكن تبقى واحده زيرو انجل وواحده رايت انجل؟ اه ينفع، يعني الاثنين هيدوك 90. طيب ممكن يبقى في واحده ستريت؟ مستحيل، ان الستريت 100 اند ايه؟ اند 80. طيب نيجي للريليشن اللي بعد كده، السبلمنتري انجلز. امتى اقول على تو انجلز ان هما سبلمنتري؟ بنقول على تو انجلز ان هما سبلمنتري لو لقيت ان الصم بتاع الميجرز بتاعتهم طلع معاك 100 اند ايه؟ اند 80. طيب ينفع يكون هما الاثنين دول اكيوت؟ مستحيل، ان الاثنين اكيوت هيبقوا لزان، كل واحد فيهم لزان 90، مش مستحيل يبقى الاثنين يوصلوا معاك ل 100 اند 80. طب ممكن تبقى واحده اكيوت والتاني اوبتيوز؟ اه ينفع. طب ممكن يكونوا الاثنين اوبتيوز؟ ما ينفعش، لان كل واحده اوبتيوز دي جريتر ذان 90، يبقوا هيبقوا الاثنين جريتر ذان 100 اند 80. طب ممكن واحده زيرو انجل واحده ستريت انجل؟ اه ينفع. يبقى هي ايه دي العلاقات المهمه اللي هتقابلك ما بين الانجلز. يبقى تلخيص سريع، الكومبلمنتري انجلز تو انجلز دول بيعملوا لك 90، السبلمنتري انجلز دول تو انجلز بيعملوا لك 100 اند ايه؟ اند 80. تعال ناخد كده اكسرسايز سريع. كومبليت ذا فولوينج تيبل. الميجر اوف ذا انجل لو 75، هو هنا عايز الميجر اوف اتس كومبلمنت والميجر اوف اتس سبلمنت. الكومبلمنت بتاعها اللي هو هيوصلها لحد الايه؟ لحد ال 90. والكومبلمنت والسبلمنت بتاعها اللي هو هيوصلها لحد ال 100 اند ايه؟ اند 80. طيب تعالى نشوف، لو الانجل بتاعتك 75 تبقى الكومبلمنت بتاعها هيبقى كام؟ يعني ايه هي الانجل اللي هعمل لها اديشن على ال 75 توصلني لحد الرايت انجل؟ واضحه اللي هي تبقى الايه؟ هتبقى الانجل دي هتبقى الميجر بتاعها هيبقى 15 ديجري. طيب الميجر بتاع السبلمنت هيكون كام؟ هيبقى هنزود على ال 75 لحد ما اوصل لل 100 اند ايه؟ اند 80، اللي هي اكنها 100 اند 80 ماينس 70 ايه؟ 75. هيطلع معاك على الكالكوليتر 100 اند ايه؟ اند 5 ديجري. طيب تعال نشوف هنا، هو هنا مديك الكومبلمنت بتاع الانجل، يبقى الانجل كام؟ هي الانجل والكومبلمنت بيديك 90، يبقى دي لما تكون 67 يبقى الانجل هتبقى ايه؟ هتبقى 90 ماينس ال 67 اللي هتطلع معايا كام؟ 23. يبقى دي عندي هنا الانجل دي عباره عن 23 ديجري. طب نيجي ناخد بقى ال 23 دي واجيب لها السبلمنت، يعني هعمل اديشن عليها بقد ايه عشان اوصل ل 180؟ هتعملها على الكالكوليتور، يبقى 180 ماينس 23 هيطلع معاك 157 ديجري. طيب مديك سبلمنتري انجل 154، يبقى هي يبقى الانجل بكام؟ هيبقى 180 ماينس 154 اللي هو هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 26. طيب نيجي نشوف الكومبلمنت بتاعها هنجيبه ازاي؟ هيبقى ال 90 ماينس ال 26 اللي هو هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا 64. طيب لو انا عندي الانجل 90 يبقى الكومبلمنت بتاعها كام؟ واضح ان هو هيبقى 0. طب والسبلمنت؟ هيبقى 90 برضك. طيب هي لو 32 اند هاف يبقى الانجل كام؟ هيبقى 90 ماينس 32 اند هاف اللي هو هيطلع 57 اند هاف. طب هات ال 57 اند هاف دي وهتلاقي السبلمنت بتاعها اللي هي الانجل اللي هتوصلك لحد ال 100 اند ايه؟ اند 80. هيطلع معاك على طول على الكالكوليتور 122 اند هاف ديجري. طيب الزيرو انجل الكومبلمنت بتاعها ايه؟ هيبقى الرايت انجل. والسبلمنت بتاعها ايه؟ الستريت انجل. طيب لو انا عندي انجل هي سبلمنت اصلا الانجل والميجر بتاعها 115 اند 30 مينتس، 30 مينتس دي اللي هي اند هاف، يبقى كانها 115 اند هاف. طيب
لو عايز اجيب بقى هنا خد بالك انا هنا عايز اجيب الانجل يبقى هعمل سبتراكشن هعمل 180 اعملها سبتراكتد ايه الديجري ديت يبقى هيطلع معايا 64.5 ديجري. نيجي نجيب بقى لل 64.5 نجيب لها كومبلمنت يعني هنقول 90 ماينس 64.5 هيطلع معايا 25.5 ديجري. نيجي نشوف بعد كده بيقول لي عندي برضه دي ريليشن بعد كده ذا تو ادجيسنت سبلمنتري انجلز. لو عندي تو ادجيسنت انجلز لو حصل لهم فورميشن by a straight line and array with a starting point on this straight line they will be supplementary. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي دلوقتي straight line AB وعندي ray CD الاثنين دول حصل لهم intersection at point C. اي straight line يحصل له intersection مع ray هيحصل عندي هيعمل لي two adjacent angles. هو بيقول لك بقى ان التو ادجيسنت انجلز دول لازم يطلعوا معاك ايه سبلمنتري انجلز. يعني لازم لو دي ميجر 135 يبقى هنا دي على طول 180 - 135. تعالوا نشوف اكسرسايز سريع. In each of the following figures if m belongs to AB straight line then find the measure of the angle marked by question mark. طيب انا عندي زي ما انت شايف اهو في عندي straight line AB وعندي point M خارج منها ray MD. احنا خدنا طالما في intersection لray مع straight line يبقى على طول التو angles دول adjacent والsummation بتاعهم 180 and 80. يبقى على طول الميجر بتاع الانجل دي ام بي هي ايكوال معايا 180 هيبقى ماينس ال 50 ديجري اللي هي ايكوال معانا 130 ديجري. طيب نيجي نشوف هنا بردك ذا سيم از ذيس عندي 3 انجلز ال 3 انجلز دول المفروض ان هم يطلعوا معايا 180 يبقى الانجل دي هتيكوال ايه اللي هي الاي ام سي هتيكوال معايا ايه هتيكوال 180 ديجري هيبقى ماينس ال 110 بلس ال 35 اللي هي هتيكوال معايا 35 ديجري. طيب نيجي نشوف هنا نفس الكلام عندي 3 انجلز ال 3 انجلز دول المفروض يبقى الميجرز بتاعهم كلهم يطلع 180. طيب دي عندي هتيكوال كام؟ دي عندك هنا 90 ودي عندك 45 يبقى واضح دي على طول هتبقى 45 ازاي؟ هيبقى عندي 180 الكلام ده هيبقى ماينس ال 90 ديجري بلس ال 45 ديجري اللي هتيكوال معانا 45 ديجري. طيب تعالوا نشوف دلوقتي الانفرس بتاع الريليشنز اللي احنا خدناهم قبل كده اللي هو الاوتر سايدز اوف تو ادجيسنت انجلز. لو انا السايدز بقى بتوع الانجلز لو هما الاثنين ادجيسنت لو هما كومبلمنتري ولو هما سبلمنتري هيبقى ايه وضع الايه السايدز بتاع الانجلز ديت. طيب اول حاجه عندي انا عندي انجل اهو انجل اهي اي ام بي والانجل الثانيه بي ام سي فين السايدز بتوعها؟ ادي سايد اهو وادي سايد اهو. لو انت عندك التو انجلز دول الميجر بتاعهم 180 بيقول لك على طول يبقى الام اي راي والام سي راي الاثنين دول يعملوا معاك ستريت ايه ستريت لاين. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده عكس الكلام اللي قلناه قبل كده. وهنا برضك لو انت عندك تو انجلز ام اي ام بي وبي ام اي والتو انجلز دول المفروض ان هم كومبلمنتري انجلز يبقى هتلاقي السايدز ادي سايد والانذر سايد هتلاقي الاثنين بيربنديكولرز تو اتش اي تو اتش اذرز. يبقى تلاقي ده السي ام بيربنديكولر للام اي للام اي يعني بيعمل هنا عندك 90 ديجري. ده الانفرس بتاع الكلام اللي احنا خدناه قبل كده. تعال ناخد اكزامبل على الجزء ده. In the opposite figure,
في الفيجر اللي انت شايفه ده if الميجر بتاع الانجل ACD equal 30 ادي ACD equal 30 والميجر بتاع ال ECB ادي ال ECB equal 50 and الميجر بتاع الانجل DCE ادي DCE بيكوال توايس الميجر بتاع الانجل ECB توايس ECB بيقول لي state with given with giving the reason if the CA ray and the CB ray and the CA ray and CB ray are on the same straight line or not. طيب تعالوا نشوف الاول الدي سي اي ايكوال كام. يبقى الانجل الميجر عندي بتاع الانجل دي سي اي هي ايكوال توايس الاي سي بي يبقى هي ايكوال 2 تايمز الاي سي بي عندي بكام ايكوال 50 يبقى ده عندي هيكوال كام عندي هيكوال 100 يبقى انا عندي الانجل دي عباره عن 100 ايه 100 ديجري. طيب خد بالك هنعتبر خد معاك الانجل دي الاي سي اي يبقى انا عندي الميجر بتاع الانجل اي سي اي هيكوال معايا 30 ديجري بلس الاي بلس ال 100 اللي هو هيكوال 130 ايه 30 ديجري. يبقى since الانجل عندي ACE and الانجل عندي ECB are supplementary يعني بيكوال الاثنين مجموعهم بالميجر عندي بتاعهم بيكوال 180 يبقى زين على طول ال CA straight line CA ray and CB ray on the same straight line. وممكن اجيبها بردك عن طريق الايه البي سي دي والدي سي اي يعني هاخد اي تو هجيب اي تو انجلز هنا وبروف ان هما الاثنين بيعملوا 100 اند ايه اند اتش. احنا هنا خدنا جبنا الاي سي اي وقلنا ان دي كلها 130 وال130 بلس ال50 ديت مع ال50 دي الاثنين سبلمنتري يبقى لازم على طول يبقى السايدز بتوعهم يعملوا ايه يعملوا ستريت لاين. نيجي نشوف بعد كده. In each of the following state if CA ray and the CB ray are on the same straight line or not and why. طيب تعال نشوف هنا ادي ال CA ray وال CB ray الاثنين دول size ال two angles ادي angle وادي ايه another angle. طب تعال نشوف ال addition بتاعهم هل الاثنين دول supplementary ال 125 plus ال 55 هي equal معايا كام 180. طالما حصل ان هم 180 يعني الاثنين دول supplementary angles يبقى على طول هنا ال CA ray and CB ray are at the same on the same straight line. طيب تعال نشوف هنا عندي four angles. خد بالك لما تلاقي angle عليها كده sign والsign دي متكررة ده معناها ان دي الميجر بتاعها زي دي زي دي زي ايه زي دي. يبقى انا عندي four angles الفور angles دول لو عملت لهم addition هيطلع كام هيبقى 44 times ايه times 4 اللي هو هيequal 671 176. يبقى ما جابتش معايا 100 and a doesn't equal 100 and a and a and h. يبقى هنا على طول ال CA ray and CB ray are not on the same straight line.
وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 1 في الجيومتري. يا رب تكونوا فهمتوه كويس. معلش هو درس طويل شويه بس مهم، يعني ما تحاولش تعمل سكيبنج وتعدي حاجه مش فاهمها، لان دي بيزكس. البيزكس دي لازم تفهمها كويس، اتعب فيها شويه مش مشكله. معلش يعني لو في حاجه ما فهمتهاش ارجع اسمعها تاني، هتلاقي نفسك فهمتها. يعني ممكن ما تفهمهاش من اول مره لكن تفهمها مع تاني مره. باكد برضك مره تانية، الدرس ده فيه بيزكس مهمه ياريت تستوعبها كويس. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه عشان تتابعوا بقيه المنهج ان شاء الله. Thank you.